يلتقي رئيس روسيا فلاديمير بوتين ظهر اليوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مركز فوستشوني الروسي للفضاء. وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أكد أن زيارته الأولى إلى روسيا منذ ما يقرب من 4 سنوات تبرز بوضوح الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين. ومن المتوقع أن تشمل زيارة الزعيم الكوري الشمالي مباحثات بين وفدي البلدين.